موضوعنا اليوم غريب، ملائكة وسحر وفتاة وعذاب، قصة أثارت جدلاً واسعاً عبر العصور. ملكان منزلان وظيفتهما السحر، ما ستسمعونه اليوم أقرب إلى الخيال ولكنه حقيقة. قصتهما مذكورة في القرآن الكريم وفي كل الديانات، الروايات صادمة وبعضها أكثر صدمة. ما قصة الفتاة التي شكلت حدثاً مفصلياً؟ وما قصة بئر بابل؟ وهل حقاً لا يزالا في عالمنا حتى يومنا هذا؟ تعالوا معي لنكتشف القصة الكاملة لهاروت وماروت. لطالما سمعنا منذ صغارنا قصصاً عن الملائكة وعلاقتهم بالأنبياء وفي بعض الأحيان بالبشر، كما أننا سمعنا قصصاً كثيرة عن نزول ملائكة إلى الأرض لغايات مختلفة، كنزولهم على الأنبياء لينقلوا تعاليم الخالق عز وجل، أو نزولهم لقبض الأرواح عند الممات وفي حساب القبر وغيرها. ولكن موضوعنا اليوم، منكم من سمع أو قرأ عنه، وآخرون مروا مرور الكرام عليه، والبعض لم يسمع به، أو بالأصح بهما. مستعدون؟ قصة هاروت وماروت، الملكان اللذان ما زالا يثيرا حيرة المفسرين والرواة والباحثين إلى يومنا هذا. قبل البدء في الحلقة أصدقائي، لا تنسوا أن تشتركوا في قناة الرسمية وتفعلوا جرس التنبيه، كما أنني أشارك في شرح هذا الفيديو روابط حساباتي الشخصية على إنستغرام وفيسبوك لمن أراد متابعتي والتواصل معي لطرح أي معلومة أو تعليق. هاروت وماروت، ملكان أنزلهما الله تعالى إلى الأرض بحسب الديانات السماوية وأغلب الديانات الأخرى التي ذكرت قصتهما. أرسل الملكان هاروت وماروت إلى مدينة بابل، وقد ارتبط اسمهما بالسحر وتعاليمه، من غير المعروف على وجه التحديد زمن نزول هذين الملكين، ولكن بحسب أغلب المفسرين فقد كان نزولهما في الفترة بعد وفاة نبي الله سليمان عليه السلام لغاية محددة سنذكرها في سياق حلقتنا. وفي تفسيرات أخرى ذكر أن هذين الملكين نزلا بعد رفع نبي الله إدريس إلى السماء. كما ذكرنا سابقاً أصدقائي أن قصة هاروت وماروت تناولتها الديانات السماوية وغير السماوية، ومن أبرز هذه الروايات الرواية اليهودية التي ذكرت في التلمود ولا سيما في مدراش يلكوت، حيث ذكر هذان الملكان باسمي شمحزاي وعزائيل أو عزازيل. تقول الرواية اليهودية أن الملائكة لما رأت ما يصعد إلى السماء من أعمال بني آدم غضبوا وطالبوا الرب بأن يسلطهم على الأرض، فكان جواب الرب أنكم إذا نزلتم إلى الأرض فسوف تستولي عليكم شهواتها، فطالب منه الملكان شمحزاي وعزائيل أن ينزلوا إلى الأرض ويسكنوا فيها ليقدسوا اسم الله. فلما نزلا إلى الأرض سبحا ومجدا وعبدا الخالق إلى أن ارتكبوا المعاصي الكبرى بسبب فتاة رائعة الجمال اسمها في التلمود أستير وفي اللغة العربية الزهرة. تذكروا هذا الاسم جيدا أصدقائي، فهو مرتبط بمعلومات صادمة سنذكرها خلال الحلقة. الجدير بالذكر أن الكتب اليهودية تذكر عدداً من الملائكة الذين سكنوا الأرض وعلموا أهلها بعض الحرف، فقد ذكر سفر أخنوخ الأول أن عزازيل علم البشر كيفية صناعة الدروع والتروس والخناجر، كذلك مواد التجميل لإغواء بني آدم. أما شمحزاي فعلمهم طرد الأرواح الشريرة، والملك أراروس علمهم كيفية نطق التعاويذ السحرية، والملائكة براكيل وكوكبيل وعسقيل وسمساويل وسربيل فتولوا تعليم علوم التنجيم وعلامات الأرض والشمس والقمر لغرض معرفة المستقبل. هذا ما ذكر في الروايات اليهودية، ولكن ما قول الإسلام في هذا الموضوع؟ هل تعلمون أصدقائي أن قصة هاروت وماروت مذكورة في القرآن الكريم، ولكن بالطبع بصيغة مغايرة تماماً للرواية اليهودية؟ فقد ورد ذكر هاروت وماروت في سورة البقرة، حيث يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم،
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منها ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. أما عن سبب نزول هذه الآية، فيقول ابن كثير في تفسيره أن يهود المدينة كانوا لا يسألون النبي محمد عليه الصلاة والسلام عن شيء في التوراة إلا وأجابهم، فلما سألوه عن السحر نزلت هذه الآية. ولما ذكر النبي محمد النبي سليمان عليه السلام قال يهود المدينة: ألا تعجبون لمحمد يزعم أن ابن داود كان نبيا؟ والله ما كان إلا ساحرا يركب الريح. فأنزل الله هذه الآية ليكذبهم ويبرئ نبي الله سليمان من افتراءاتهم. ولكن هل هناك تفسيرات أخرى لهذه الآية؟ نعم، انقسم المفسرون إلى قسمين. قسم استنبط تفسير هذه الآية من التلمود اليهودي، ومنهم من رفض الرواية اليهودية رفضا قاطعا لأنها تتعارض ومفهوم عصمة الملائكة في الإسلام. أما الرافضين للرواية اليهودية فهم يربطون بين نزول هاروت وماروت إلى الأرض وبين النبي سليمان عليه السلام، حيث أورد ابن كثير والطبري وغيرهم ما مختصره أنه لما سلب النبي سليمان عليه السلام ملكه بسبب مرضه الشديد وعدم قدرته على إدارة شؤون مملكته، بدأت الشياطين بالصعود إلى السماء ليستمعوا إلى كلام الملائكة، ثم يعودون أدراجهم إلى الأرض ليخبروا الكهنة بما سمعوا، والذين بدورهم كانوا يخبرون الناس بما سيحدث ليدعوا قدرتهم على معرفة الغيب والمستقبل. وكانت الشياطين تكتب السحر في غيبة سليمان عليه السلام ويعنونها بي: هذا ما كتب آصف بن برخية عن سليمان بن داود من ذخائر كنوز العلم. وآصف بن برخية بحسب أغلب المؤرخين هو الرجل صاحب الكتاب الذي أتى بعرش بلقيس إلى النبي سليمان عليه السلام. فلما استعاد سليمان ملكه جمع كل هذه الكتب ووضعها في صندوق دفنه تحت كرسيه، ولم يقترب أحد من الشياطين من الكرسي إلا واحترق. فلما مات سليمان وقل عدد العلماء الذين عرفوا ماذا فعل سليمان عليه السلام بكتب السحر، وبعد مضي جيل وولادة جيل آخر، تمثل الشيطان بهيئة إنسان إلى جماعة من بني إسرائيل، وأخذ يوسوس لهم بأن سليمان لم يكن نبيا بل ساحرا، والدليل هو الصندوق تحت كرسيه. عاود إبليس المحاولة مرارا بعد رفض بني إسرائيل لتكفير النبي سليمان في بادئ الأمر، ولكن استمر إبليس بإغوائهم حتى حفرت جماعة منهم تحت الكرسي وأخرجت الصندوق، فأشاع إبليس بين الناس أن سليمان كان ساحرا، وكانت النتيجة كثرة السحرة الذين تتلمذوا على أيدي الشياطين وادعوا النبوة والغيب وأن سحرهم هو معجزة النبوة. فأنزل الله الملكين هاروت وماروت ليعلما الناس السحر ويفرقا بين السحر والمعجزة، وبين الله تعالى في القرآن أن أقصى ما يعلمانه هو التفريق بين الزوجين، ولا يتم إلا بمشيئة الله تعالى. وكانوا يحذرون المرء بأنه فتنة وابتلاء من الله، والقصد من ذلك هو تعليم السحر، وهم بذلك أنزلوا ليبينوا للناس أن سليمان عليه السلام لم يكن ساحرا بل كان نبيا، والدليل معجزاته التي هي أبعد ما تكون عن السحر الذي يمكن أن يتعلمه الإنسان العادي، أما المعجزة فهي من خصائص النبوة. هذا ليس كل شيء. هل تعلمون أن هناك تفسيرات أخرى لعلماء مسلمين تتقابل بشكل ما مع الرواية التلمودية؟ ورد في هذه التفسيرات أن الملائكة تعجبوا من عصيان البشر في الأرض، فأمرهم الله أن يختاروا من ينزل إلى الأرض وتركب فيه الشهوة كي ينظروا أي يطيعون أم يعصون، فاختاروا هاروت وماروت، فنزل الملكان إلى الأرض يعبدون الله ويسبحونه حتى أتتهم الزهرة. أتذكرون تلك الفتاة الجميلة الزهرة؟ أنصتوا إلى قصتها الجدلية جيدا. كما ذكرنا سابقا أن الرواية التلمودية تحدثت عن نزول الملكين شمحزاي وعزازيل إلى الأرض
وصولا إلى لقائهما مع أستير أو الزهرة. تقول الرواية اليهودية أن هذه المرأة الرائعة الجمال اختصمت إلى الملكين فأبهروا بجمالها وحاولا مراودتها عن نفسها فلم تقبل، وطلبت منهما أن يعلماها الاسم الذي يصعدان به إلى الفضاء فلم يقبلا، فطلبت منهما أن يعبدا الأصنام مقابل أن تسلمهما نفسها فرفضا، ثم أنها طلبت منهما قتل طفل كان معها فرفضا قتل نفس بريئة، فطلبت منهما أن يشربا الخمر فقالا لبعضهما أنه أهون الشرور، فلما شربا عبدا الأصنام ووقعا عليها، ورآهما بهذه الحالة غلام منمار فقتلاه خوفا من الفضيحة، وفي غمرة سكرهما أفصحا للزهرة عن اسم الله الأعظم فذكرته وصعدت إلى السماء. وفي رواية أخرى أنها لم تسلم نفسها إلى الملكين بل صعدت إلى السماء بعد أن عرفت الاسم الأعظم، وكثواب لها على حفاظها على نفسها وضعها الرب بين الكواكب السبعة كي لا ينساها البشر. الآن اسمعوا هذا جيدا. بعض الروايات اليهودية تقول أن هذه المرأة نسيت الاسم الذي تهبط به فمسخها الرب إلى كوكب، والبعض الآخر يقول أن مسخها إلى كوكب كان عقابا لها على إغوائها الملكين. هل عرفتم عن أي كوكب نتحدث؟ أجل أعزائي، إنه كوكب الزهرة. هذا ما ذكر في الرواية التلمودية. نأتي الآن إلى الرواية الإسلامية. لطالما اعتقدت أن هذه الرواية لا وجود لها في التاريخ الإسلامي، حيث أن المعتقد الراسخ في الديانة الإسلامية يقضي بعصمة الملائكة وتنزيههم عن المعاصي، ولكنني تفاجأت عندما قرأت ذكرها عند بعض كبار العلماء والمفسرين، حيث تقول الرواية الإسلامية أن زهرة هذه كانت ملكة من الفرس، وقد اختلفوا بسبب مسخها إلى كوكب. فرقة تقول بسبب إغوائها الملكين بدون صعودها إلى السماء، وتضيف أن الملكين تشفعا بالنبي إدريس عليه السلام بعد أن أذنبا. أما الفرقة الأخرى فتقول بأن الزهرة لم تسلم نفسها إلى الملكين حتى يعلماها اسم الله الأكبر، فقال أحدهما أعلمها، فرد الآخر أني أخاف الله، فقال الذي أراد إعلامها فأين رحمة الله؟ ثم علماها الاسم فتكلمت به وصعدت إلى السماء فمسخت كوكبا. الآن السؤال الأهم، ماذا حدث لهاروت وماروت؟ أنصتوا جيدا أصدقائي، فما سأخبركم به سيفاجئكم ويثير حيرتكم. الجزء الأغرب أصدقائي من موضوعنا، ماذا حدث لهاروت وماروت؟ أو بالأصح أين هما هاروت وماروت؟ كما ذكرنا سابقا أن هنالك روايتين لواقعة هاروت وماروت، إحداها هي الرواية التلمودية التي استنبط منها بعض المفسرين الإسلاميين تفسيرهم تقول بإذناب الملكين، والأخرى تنص أن نزول الملكين كان لقضاء مهمة بإذن الله تعالى. أما عن الرواية التي ترفض معصية الملكين بحكم عصمتهم فلم يزد المفسرون على الآية القرآنية شيئاً، بل اكتفوا بتفسير سبب نزول الملكين. ولكن أصدقائي، من المعروف أن الملائكة تعود إلى السماء بعد قضاء مهمتها على الأرض، كملك الموت عزرائيل وملك الوحي جبرائيل. إذن على الأرجح وبأغلب الآراء أن الملكين عادا إلى السماء بعد قضاء مهمتهما، والله أعلم. لكن ما ذكر في الرواية التلمودية والتفسير الإسلامي القريب منها حقاً غريب. تقول رواية التلمودية أنه بعد أن عصى الملكان أوامر الرب فقدا كل صفاتهما الملائكية وحبسوا في الأرض كسائر البشر، واتخذا زوجات جميلات وولدا ولدين هواء وهيئاء، أي هو وهي. كما أن بعض المصادر ذكرت بأن ترجمة الاسمين هو هيلا هوب، وأن هذان الولدان قضيا مع نسلهما في طوفان نوح عليه السلام. نصل الآن إلى الرواية الإسلامية التي نصت على معصية الملكين. تقول الرواية أنه بعدما أفاق الملكين من سكرهما دهشا لمعصيتهما وندما ندما شديدا، وأخذا يتوسلان إلى الله أن يصفح عنهما، فخيرهما الله بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، فاختارا عذاب الدنيا كي ينالا مغفرة الله في الآخرة. يضيف بعض المفسرين على هذه المعلومة أنه لما أفاق الملكان من سكرهما حاولا الطيران باستخدام الاسم المقدس فلم يستطيعا، فعرفا بأنهما أذنبا فتشفعا بنبي الله إدريس عليه السلام الذي كان قد رفع إلى السماء،
فقال لهما: تخيرا بين عذاب الدنيا والآخرة فاختارا عذاب الدنيا. حسنا، ولكن ما هو العذاب برأيكم؟ هل تستطيعون أن تتصوروه؟ إذن اسمعوا جيدا. كان عذاب الملكين أن تم ربطهما بزناجير، أي سلاسل حديدية ثقيلة، وهم منكسا الرأس، بمعنى أن أرجلهما كانت إلى الأعلى ورؤوسهم إلى الأسفل، في بئر ماء في مدينة بابل، ودخان الأرض كله يجتمع في البئر فيضرب أعينهما وهما عطشانان والماء أمامهما ولا يستطيعان الشرب. ولكن هل تعلمون أنه بحسب هذه التفسيرات والروايات فإن عذاب الملكين على هذه الحالة وفي نفس البئر مستمر حتى يومنا هذا وإلى يوم القيامة؟ مرعب. كما ذكرنا سابقا أصدقائي، فإن قصة هاروت وماروت ذكرت بالديانات السماوية، حيث أنها فصلت في الديانة اليهودية والإسلامية. أما في الديانة المسيحية فيوجد لها تلميح عن الملائكة الساقطة المعذبة بسبب عصيانها في الرسائل في العهد الجديد المسيحي. واللافت للنظر أن هذين الملكين ذكرا في الديانات الأخرى كالأرمانية في الكتب الهندية القديمة والزردشتية. فبحسب المؤرخين الأرمن أن الأرمن القدامى كانوا يعبدون إلهين اسمهما باللغة الأرمانية هوروت وموروت، حيث اعتقدوا أن هوروت وموروت هبطا من السماء ومالا إلى التناسل، وهم أيضا اعتقدوا أن هذين الروحين يتحكمان في الرياح، لذلك هما يساعدان الأرض على إنبات المحصولات وإخراج الثمار بتسخيرهما الرياح التي كانت تسوق الأمطار. نصل إلى الكتب الهندية القديمة، وبالأخص كتاب المهابهاراتا، وهو كتاب مكتوب باللغة السنسكريتية القديمة. ذكر هذا الكتاب روحين اسمهما سند وأبسند، نالا في الزمان القديم من الإله برهما فضلا بسبب تقشفهما وزهدهما، فتسلطا على الأرض والسماء واستوليا عليها، فخاف الإله من أن يأخذا ملكه فخلق حورية اسمها تلوتما. استطاعت بجمالها وحيلتها إيقاع العداوة والبغضاء بين الروحين حتى قتلا بعضهما، فكافأها براهما وقال لها: ستحيطين بجميع الدنيا التي تشرق عليها الشمس، ولا يمكن لأحد أن يفتح عينيه فيك لعظيم أشعة بهائك. أما عند الزردشتية فإن الموسوعة البريطانية تقترح أن أصل الإسمان هاروت وماروت مشتق من اثنين من رؤساء الملائكة أو الكائنات الطيبة السبعة أو الستة الخالدة المحيطة بأهوارا مازدا إله الخير في الأساطير الزردشتية، وهما كل من هوروتات والتي تعني القداسة، وأميريتات والتي تعني الخلود. إذن أصدقائي، هذا أبرز ما ذكر عن قصة الملكين هاروت وماروت، والتي لا زالت ليومنا هذا تثير حيرة المفسرين والمؤرخين، والعلم اليقين عند الله وحده. فما رأيكم؟ أي التفاسير التي قدمناها برأيكم يمكن أن تكون صحيحة؟ وهل تعتقدون أن هذين الملكين ما زالا محبوسين على أرضنا هذه وبيننا في بئر موجود فيما تبقى من مدينة بابل القديمة ينتظرون خلاصهم يوم القيامة؟ لا أحد يعلم. قصة جدلية حقا. أنا أنتظر آراءكم أصدقائي في التعليقات، ولا تنسوا أن تشاركوا الفيديو مع أصدقائكم وأن تشتركوا معي في هذه القناة.